بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها سموه عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث سمو رئيس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة إلى معالي المهندس يحيى ولد حمدين رئيس الوزراء الموريتاني، عبر سموه فيها عن خالص أمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية وللشعب الموريتاني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.